شافي ادي شافي اكرم عفيف اصبح جناح شمال طلع له عبد الكريم حسن عملها قطريه جميله 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 الله 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 خوخي 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 هو الجوكر هو الجوكر هو صاحب كلمه الافتتاح في هذا اللقاء يلقي بكلمه الافتتاح باول اهداف اللقاء بص شوف خوخي بيعمل ايه مدافع عظيم لاعب وسط سوبر مهاجم هداف نعم نعم في كل الخطوط في كل الخطوط وتوت توت توت جمهورك يا زعيم بخوخي مبسوط الله 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 أكرم عفيف يمارس هوايته في صناعة الأهداف وخوخي يمارس هوايته في التقدم وتسجيل يا ولد العيد يعدي على طول من معاذ أقصى اليمين تاني لكن لوكاس مينديز يحط جسمه عثمان اليهري توقع جميل من الهيدوس يا ولد العيب يا ولد العيب فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني عملوها خلصوها والثنائية للزعيم سجلوه هو السفاح الجديد يونس محمود سفاح عربي سابقا والسفاح هو سفاح العصر الحديث هو سفاح العصر الحديث نعم يحوم كالفراشة ويلدغ كالنحلة ايه ده ايه يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده الله الله بص شوف الهيدوس وروعته الهيدوس وعظمته ثم التحرك الجميل من بغداد ابو نجاح واي نجاح بغداد ابو نجاح لا يعرف الا النجاح نعم قتال نادي السد بغداد ابو نجاح واحد على واحد واحد على واحد يعدي بمهارة سيزر فرصة الثالث فرصة الثالث فرصة الثالث عملها اكرم عملها أكرم عفيف الله 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 لا يكتفي بصناعة الأهداف بل يسجل الأهداف لا يكتفي بمتابعة الحدث بل يصنع الحدث نعم هو أكرم عفيف أفضل لاعب لهذا العام الله 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 بالثلاثة يتقدم الزعيم وخروج تبديل نادي الغرافة بيحضروا المدرب جولكوف أكرم عفيف زيزو مهدي طريمي هاتوا خد الله يا مهدي الله يا ولد الله 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 أحمد الجنحي اللاعب الشاب يصنع هدف للإيراني مهدي طريمي مهاجم منتخب إيران الأول يسجل للغرافة الهدف الأول الله الله هاتوا خد ولد عملها له حلوة قوي 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 الله 3-1 3-1 برافو مهدي طريمي النجم الإيراني الدولي الكبير يحط الهدف الأول متابعة فريقهما زعيم هو يتقدم خطوة جديدة للأمام بعد الفوز ببطولة الدوري والنتائج الجيدة أمام بختكور في دوري الأبطال في المرحلة الأخيرة والفرصة الثانية فرصة الثانية مش معقول مش معقول مش معقول عبر سراج عبر عبد الفتاح يسجل الهدف الثاني نعم 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 يعيد الأمل ويعيد الأمل بالفعل لفريق الغرافة للعودة للمباراة أمامية على طول أكرم عفيف الرابع ولا إيه الرابع ولا إيه لا 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 رباعي رباعي إيه الجمعية دي إيه الروح ده إيه القلب ده إيه التعاون ده من هنا نادي السد قدم مباريات استثنائية ونتائج استثنائية وهداف استثنائي في موسم استثنائي أربعة بالأربعة هي أربعة مقنعة أربعة مقنعة يا سلام يا أكرم يا سلام يا أكرم لا أنانية لا